لو هنتكلم بقى على علاقتك باخواتك، هما طبعا كلهم قريبين من بعض، بتاخدي مين رأي مين في اي عمل بتقدميه؟ اقرب حد ليكي منه؟ بصي احنا عندنا سيسترز جروب، فكل الحاجات بقى وي بوست، ايه رايكم في كذا، ايه رايكم في كذا، نعمل ده، نلبس كده، يعني على طول مع بعض في الباك جراوند. اي حاجه يعني رشا ولا حلا ولا احنا الاربعه، يعني هتلاقي رايين متوافقين، بعدين راي لا هنا بلاش مش عارف ايه، لا هنعملي كذا، لا هنعملي كذا. ففي الاخر بنعمل فوتنج وفي الاخر بتختاروا، وفي الاخر بنختاروا. نوسه مالها في موجه حاره يا نوسه نعم. ودي اشتغلتي على الدور ده ازاي؟ شوفي من قد ايه انا بحبه قوي. بصي نوسه كان مرعب جدا بالنسبه لي. كلمني استاذ محمد ياسين، عمرو السيفي المنتج الفني كلمني وقال لي استاذ محمد ياسين عايزك معاه في موجه حر، وكان اوريدي 3 ارباع المسلسل كاستد خلاص. فقلت له ايه ده، يا ريت، انا بحب محمد ياسين قوي قوي، نفسي اشتغل معاه. فروحنا اتقابلنا واداني مشهد، قال لي ايه المشهد، فانا قريت المشهد وبعدين قلت له ايوه ليه انا بعيد عنك الكاركتر في حته تانية خالص. صح. وانا عمري ما عملت دور كان جريء زي نوسة قبل كده، فاتخضيت جدا. قال لي علشان انتي اختيار بره الصندوق، وانا عايز المشاهد يتفاجئ بيكي، وانا عارف انك هتعرفي تعملي كويس. قلت له لا صعب، انا حاسه انه صعب جدا. قال لي بس لا انا شايفك. فهو طمني جدا من بس في الاخر كانت تجربه مختلف. يعني جميله جدا. جبتي ريفرنس لنوسه؟ شفتي حد كده؟ لا 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 لا، انا اشتغلت مع ياسين